اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دار العلم اللهم إنا نقرأ كتابك الكريم لرضاء ربنا ولنور القلوب ولقضاء الحاجات ولنيل الدرجات العلى ولإصلاح الذنوب ولقلب الشيطان الرجيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين تداركنا بالتوفيق ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسرياء الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ضد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأجسام وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلناه بنور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق على الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متجابعا ولهم فيها أزواج مطهرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير أو يزيد
يمضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيهودا ويقتلون بأرض أولئك هم الكافرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ودواه لا سمع لها وهو بكل شيء عليم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ألا تبدون وما كنتم تزعمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وتبى وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع للعالمين وتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وما تكونوا أول كافر به وآمنوا بآياته ثمنا قليلا وإياك فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الصلاة وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا
بالصبر والتلافي. وإنها على ذلك عظم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل الناس شفاعة ولا يقبل بها عدل ولا هم يغفرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون نساءكم وفي داركم فلا ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا فرعون وأنتم تنظرون. وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعثونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله يا تعبى ويقول لا أحمد وأنتم تنظرون. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب حجة وقولوا علما نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فجزاء الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يصرخون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وقالوا اجتمعوا لله فلا تعصوا في الأرض المفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقتلون النبيين بغير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الغافلين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يبين لنا ما هي قال إنه يقول إلا فبات لا ضائر ولا أجر وإعوان بين ذلك وفعلون لا تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا هادية فيها في البحر العظيم فذبحوها وما زادوا يفعلون قد قتلتم نفسا فزادتكم فيها ولقاه مخرج ما كنتم تظنون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يلقاه الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يلد من وجد الله وما الله بواحد عما تعمله من خشية الله وما الله بواحد عما تعمله تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه بما يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجونهم عند ربهم أفلا تعقلون يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فيغلب الله عهده عهده كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليلا منكم أنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخذتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى المساجد وما الله بغرض عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف ولعناهم الأبرار بقول غير أما يؤمنون فما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الجاهلين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. من يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رد مريم إلى عينيه وأنه بشير المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا فإن الله عدو للبيت. وقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وكلما عادوا حسن فله طريق منهم فلولا لا يؤمنون. أما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب إلى الله وراء ظهورهم أنهم لا يعلمون. لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب إلى الله وراء كتاب الله وراء ظهورهم فأنهم لا يعلمون. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتريه ما له بالعافية ولا عاقل ولكن لما يرى به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو أنهم آمنوا واتقوا لما روحوا من عند الله الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يمضى عليكم من خير من ربكم والله يختص بعلمه من يشاء والله بالفضل العظيم من آية أو ننسأها نأتي بخير منها قول لها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا عتدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمرهم إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إذا أماليهم قل آتوا قرآنكم بظلم أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فعلوا به يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ذلك ما لهم في الدنيا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون رفيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجاهلت قلوبهم بل بين الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقل به أولئك هم الغافلون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تبر ولا جماعه ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناله أهل الوالدين قال ومن ذريتي قال لا يناله أهل الوالدين جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى بيت إسماعيل والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره في عذاب النجم وفي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقد على حب المنا إن ماذا أمدرت به العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكية إنك أنت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تبر ولا جماعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينام أهل الوالدين قال ومن ذريتي قال لا ينام
عبثاً للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى بيت ما إلينا والعاكبين والوقت السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره على عذاب النجم وبئر المصير ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وعلى الأفضل منا إن ماذا أمدد به ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكية إنك أنت العزيز العظيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين قال له ربه أذن الله أذنه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كسبتم بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربنا فارق بيننا أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما هم بالإجبار وسيبلغهم الله والسماء وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آمنوا بمثل ما آمنتم
عليكم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما هم للإجحاد قد أمنكم الله فهو سبيل عليهم صبغة الله ومن أتوا بأجعاله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا وله أعمالهم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصناف كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قل الله خير من عما تعملون أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما تجدون ولا تجدون